يسوون فتنة، يسوون مشاكل، يعني عذاب عذاب مو طبيعي رايحوشهم بالدنيا والآخرة. وهذا ويه وقوله بدر ما قال هالكلام قسما بالله، وأنا أظن بكلامي يسوون فتنة مشاكل. عقيل الرئيسي يعيد إلى الواجهة اتهامات بدر الماص لزوجته شوق بسحره. شوف لها يعني ما أدري شاب وتشمه، يعني سم في إيران تحطه بخشمها، ماني عارف والله العظيم. يعني تقول ما يستحي على وجهه يقول هذه كانت يوم من الأيام زوجتك، ما زين تتكلم عنها، أنت ما تنام معاها بالأفرة. مو أنا مو والله العظيم لو قدامي شفت القطار هذاك أمسكه أذبها بالقطار، خلي القطار يدوسها. أثارت اتهامات لابعة وجهها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي للفنانة شوق الهادي ووالدتها ضجة واسعة دخل فيها الشهير الراحل بدر الماص زوج شوق الهادي، الذي كان قد نشر مقطع فيديو تنبأ فيه بقضية السحر ولجوء زوجته شوق ووالدتها لسحره حتى توفي. مسحور، الله يكافي لنا الشر، والله شافي كل مسحور وشافي كل مريض ويبطل كل عينه سحر يا رب. ومس طلع الولد مسحور من ساحرة. انت يا ام البنت شلون يعني؟ وظهر الراحل بدر الماص قبل وفاته بفترة في مقطع فيديو تحدث فيه عن شوق الهادي قائلا طلع الولد شنو مسحور الله يكافينا الشر، وأضاف الله يشافي كل مسحور ويشافي كل مريض من ساحرة انت يا أم البنت الأولى. وأكد بدر أن السحر دفع به للنفور وعدم تقبل زوجته في الفراش، حتى أنه لم يستطع تقبل أي امرأة أخرى. أنت يا أم البنت الأولى، والولد لها اليوم مو مترجع، لها اليوم مو مترجع، الولد لها اليوم مو مترجع. وكان بدر الماص قد توفي في الولايات المتحدة الأمريكية جراء حادث سير مروع على دراجته النارية، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اتهام شوق زوجته بسحره، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاته.